شو هاد؟ هذه بدي اسالك عن موضوع بالنسبه للاطفال المتسربين عن التعليم. انا شفت كثير يعني اطفال ليك يا زلمة ليك السوريين شلون صاروا؟ يا حرام ليك بالمخيمات كله طين، طلع يا زلمة شلون غرقانين؟ يا حرام السوريين شو صار فيها؟ مو حرام هيك يصير فيها؟ مو حرام؟ الله يكون معهم، الله يكون بعونه. ايه الله يعينهم، ايش بدك تسوي؟ عيفة على ربك، هذا حال العباد، كل واحد بياخذ نصيبه. حرام الشريك بدي اسألك سؤال. ايه قل لي. هلا انت ما شاء الله يعني الله منعم عليك وفاتحها بوشك يعني انه معك مصاري مو معك وضعك المادي كويس يعني. ليش ما انت بتاخذ هيك جزء بسيط من مالك وبتتبرع فيه للمخيمات السوريين؟ يعني هيك والله العظيم الله ببارك برزقك وهم يعني بدعوا لك انه من كل قلبهم، فهمت علي كيف؟ ايوه قلت لي ساعد. والله يا بشريك ما واقفين علي انا اساعدهم. في 100 واحد، في 100 واحد غيري يساعدهم، ضروري انا اساعدهم. ليش ما انت تشجعهم لهال 100 واحد قبلك؟ انت تبلش قبلهم. ليش خي انا ايش الله يجيب لي ماني مصلحه. الله يبعث لهم والله يعينهم خي، الله يعينهم هالولوي، الله يعينهم، بس انا ما برد لهم غير كل خير، بس انا ماني مجبور كمان اروح اساعدهم. شينا من هالسيره هلا. بكره حموله البضاعه رح تطلع من المينا لاوروبا. بدي اياك انت تترأس الموضوع، ماشي؟ توكل على الله، توكل على الله. وما هذا البعد عن بعضنا؟ الحسد والبغضاء والكراهية منتشر بين عباد الله، منتشر بين المسلمين، منتشر بين الوالد وولده، بين الصديق وصديقه، بين الأخ وأخيه. ننظر بأعيننا كيف تطوف المخيمات على إخواننا ولا يتحرك قلب. أين قلوبنا من هذه الأحوال التي نراها؟ رجال تقتل ونساء وأطفال موجودة في المخيمات، ليس لهم من معين إلا الله عز وجل، والله لن يتركهم. هل رفعت يوما يداك لأجل أن تطلب لهم أن يفرج عنهم الله عز وجل؟ أي قلب هذا الذي بين جنبيك وأنت لا تستشعر بهذا المعنى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم أحي قلوبنا. الله يعينك، الله يعينني يا أحلى. شو هاد؟ شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا؟ التهاب لشيء؟ شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا؟ ليش هيك؟ طالي اخواتك لبرا هيك؟ هيك بتعملوا بحالكم؟ بردان بابا؟ ايه ها؟ ايه بس فهميني، طايل عندي شو؟ طايل هون فهميني، ليش هيك سويتي؟ ليش بتكبي مي على حالك وعلى اخواتك؟ ليش بهالبرد واقفين تحت المطر بهالبرد وهالعاصفة برا؟ انا ما عم بقدر اوقف ولا ثانية برا، انتوا عم تكبوا حالكم مي؟ ليش؟ مو دافي الغرفة؟ ليش شو أخذتكم لبرا؟ هيك واحد بيعمل؟ بس فهميني شو السبب هيك سويتي؟ هلأ بتمرضوا، ليش هيك عملتي؟ فهميني يا بابا. أنا شفت أولاد المخيم قاعدين تحت المطر وبالبرد، فأنا قلت لحالي أجرب شعورهم، بقدر أتحمل البرد اللي هنا متحملينه. هن مجبورين، هن هذا بيتهم وهيك صار فيهم.
انت ليش هيك عملتي بحالك؟ انت منك مجبورة. لا يا بابا، هن البشر مثلنا. شوف انت شلون خفت علينا من البرد، وهن كمان عندهم اهل بخافوا عليهم من البرد. شو قصدك؟ حاسس انك عم توجهي المسالة او بكلامك في شي عم تسمعيني اياه، صح؟ ايه يا بابا، انا عملت هيك مشان تساعدهم وتحس فيهم مثل ما انت بتخاف علينا. بدي اياك تخاف عليهم، المصاري بروح وبيجي. بابا ساعدهم، هن اولاد بلدنا. ساعدهم، الله يخليك ساعدهم. اذا نحن غاليين عليك ساعدهم. بابا ساعدهم، هن بضلوا اولاد بلدنا. ساعدهم بابا. الله يوفقك. ساعدهم، الله يوفقك بابا. ساعدهم. سلام. الوجع اللي هنن عم يحسوه من زمان، عن جد يا ولادي شعور كتير بشع اني اشوف ولادي عم يمرضوا وهن البردانين. بوعدك يا امانو، بوعدكن يا ولادي اني رح وقف معهم ورح ساعدهم من عيوني هاي ابدا. لا عاد تعملوا هيك حركات امانة، عم تفهمي؟ يلا خدي اخواتك على غرفة بسرعة. الو احمد، اسمع، هلا رح ابعث لك مبلغ الله اللي بقدرني عليه رح احول لك اياه، تمام؟ هالمبلغ تاخذه وتروح تبعته لاهل المخيمات، يا اما روح انت اشتري فيه نظارات وسلمهم باليد احسن، تمام؟ يلا سلام. الله بيعوضنا ان شاء الله. هذا الفيديو رساله لكل ناس اللي بتقدر تساعد ما عم تساعد قدر الامكان، اللي بتقدر عليه، اللي الله مقدرك عليه قدمه لأهل المخيمات لأنه هن بحاجة. ما في شيء بيضيع عند رب العالمين، كله له أجر وثوابه. شارك الفيديو مع أصدقائك وبعته لأكبر عدد ممكن من رفقاتك اللي بتعرفهم، ولا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو أهم شيء، وكتبوا لنا بالتعليقات رأيكم بهيك فيديو. تحياتي لكم، السلام عليكم.